بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في البداية بنقل لحضراتكم تحيات الأستاذة نهال مديرة القناة، وبصفتي واحد من فريق العمل أتمنى دايما منكم زيارة قناة السوق الحرة والاشتراك في القناة ووضع لايكات للفيديوهات لرفعها لأكبر عدد من المشاهدين، وكتابة تعليقات على المطلوب مشاهدته على قناة السوق الحرة. وإن شاء الله إحنا بصدد التنوع في المقدم على القناة من فيديوهات مختلفة لمواضيع كتيرة مختلفة. شكرا لحضراتكم، واسمحوا لي أبدأ حلقة النهاردة وأتكلم مع حضراتكم على الدراجة. الأول دراجة تتم، الدراجة اللي قدامنا دي دراجة مصنعة من الألمونيوم، فيها سرعات أمامية وخلفية. في الحقيقة يعني أنا كنت حابب أشارك معاكم أو تشاركوني الحلقة، لأني كنت يعني بقارن بين أنواع العجل لصدد يعني شراء عجلة لأحد أفراد الأسرة من الأحفاد. عجبوني العجلتين دول جدا. العجلة تتم دي عجلة يعني عجبني فيها إن هي مصنعة كلها من الألمونيوم. قلت لحضراتكم إن هي فيها سرعات أمامية وخلفية، كمان فيها مقاسات مختلفة. الفرامل عجبتني جدا لان فرامل ديسك. السعر معقول، السعر 4000 جنيه. الكرسي مريح جدا. لقيت فيها إمكانية وضع اكسسوارات عليها هتضيف لها شكل حلو. لقيت كمان المساعدين لامتصاص الصدمات، مساعدين أمامية حلوة وحوامل لإزازة المية. في الحقيقة بس هو كان الإطار بتاعها رفيع، ده اللي خلاني نقلت بتفرج على الدراجة التانية البي ام اكس سبورت اللي قدامنا دي. لاحظت ان الكاوتش فيها يعني السمك بتاعه اكبر، مش رفيع زي العجلة التوتيم. ده اطار قوي، والجنط بتاعها كمان لقيته قوي. في ميزة في العجلة البي ام اكس كمان، غير ان الاطارات عريضة والجنوط كبيرة، لقيتها ان هي يعني عجلة بتستحمل وعجلة قوية وليها مستوى سني كبير. يعني لقيت ان ممكن لو اشتريناها دلوقتي ل يعني طفل في سن معين، ممكن لما يكبر تفيده برضو العجلة وتفضل قاعدة معاه. وعلى فكرة عجلة بي ام اكس من العجلات السبق، يعني هي عجلة قوية وسريعة ومناسبة زي ما قلت لحضراتكم لجميع الأعمار. وأتمنى من حضراتكم أنكم تقولوا لي لغاية دلوقتي إيه اللي أنتوا هتختاروه معايا. هل أختار العجلة تتم البيضة دي، ولا العجلة البي ام اكس للسرعة والرياضة؟ العجلة البي ام اكس فيها اكتر من ميزة، غير الكاوتش عريض وغير ان الجنوط عريضة، ان هي ممكن تتلون او تدهن بالوان ودهانات مختلفة، وسعرها 5000 جنيه. طبعا قلت لحضراتكم دي سعر 5000، والتوتيم سعر 4000، واكسسواراتها موجودة في السوق. اتمنى ان تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واتمنى ان تكتبوا لي ايه اللي عجبكم معايا، هل التوتيم ولا البي ام اكس. شكرا والى اللقاء.